نظمت خلية الشبكة المدافعة عن حقوق الإنسان في قضية حسين هابري يوماً إخبارياً من أجل تزويد الضحايا بالمعلومات عن مخرجات الجلسة الأخيرة لمحاكمة حسين هابري والتي تم من خلالها إصدار الحكم النهائي في هذه القضية. جرت المناسبة بحضور عدد كبير من ضحايا نظام هابري. حسين النور. حاكم فيه الرئيس السابق للبلاد الدكتاتور حسين هابري في المحكمة الإفريقية بالعاصمة السنغالية داكار. هنا يراقب ضحاياه عن كسب حيثيات المحاكمة حتى الجلسة الأخيرة التي تمت فيها إدانته بجميع الأعمال الإجرامية التي قام بها. لأجل هذا نظمت خلية شبكة الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان لضحايا حبري يوما إخباريا من أجل شرح مخرجات الجلسة الأخيرة لمحاكمة الدكتاتور حسين حبري وإخبار الضحايا عن ضرورة التنسيق من حين لآخر مع خلية شبكة الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في قضية حبري حتى يتحصلون على جميع التعويضات التي فرضت لهم. كلك سويت الفيكتيم ديريكت شيلتيم الفيكتيم ديريكت كل شيلتيم كلك سويت هنا جينا في ثلاثة ألف واي ثلاثة ألف وعشرين ومية وعشرين وخمسة ناس ده كلك سجلنا وكلك الشامبر أفريكان الجيج انترناسيونو قالوا لنا خدمتكم ده عديل وكلك ناس دول ده أنينا شيلنا. من ناحيتها محامية الضحايا في قضية حسين حبري لامينال جنتاماجي أكدت بأن بعد ربحهم للقضية أمرت المحكمة الإفريقية بتعويض كل الضحايا بمبالغ مالية تقدر بعشرة إلى 15 مليون فرنك سيفا، كما أن المحكمة ستقوم بحجز جميع ممتلكات الدكتاتور حسين حبري بعد الحكم الأخير الذي أصدر ضده، مؤكدة في الوقت نفسه بأن الحكم الأخير للدكتاتور حسين حبري سيكون درسا لجميع الذين يستقلون السلطة لممارسة الأعمال الإجرامية ضد شعبهم. وفي نهاية المناسبة شكر ضحايا نظام الدكتاتور حسين حبري الاتحاد الإفريقي على تبنيه هذه القضية والدول التي ساهمت في إنجاح المحكمة.